نحمل على الناس السرور، نزرع بساتين وزهور، ننشر أمل والمجتمع فينا فخور. أحلى شعور بروح. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول الله تبارك وتعالى: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. وكما قال الشاعر: يجود علينا الخيرون بمالهم، ونحن بمال الخيرين نجود. تقوم جمعية منافع الخيرية اليوم بتوزيع مساعدات نقدية على الأسر النازحة المتضررة في قطاع غزة، وذلك بتبرع كريم من الإخوة الداغستانيين بواسطة الأخ عبد الله الكستكي أبو أحمد، فجزاهم الله عنا خير الجزاء وبارك الله فيهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والمجتمع فينا فخور. أحلى شعور روح الورى عقلب واحد أجمعين، حتى تعبنا في البذل مستمتعين. بسمه على شفاه البشر، حب وسلام منتشر.